ما بين مدائن صالح وجدة وبيوت الطين في وادي حنيفة، حكايات مدن وممالك تستعاد من النسيان لتوضح الملامح في مرآة الحاضر وتكمل معنى الذهاب إلى المستقبل. رحلة في شعاب التاريخ مع الأمير سلطان بن سلمان. من المخجل أنك تعيش في أرض الإسلام وأرض الوحي ومهد الرسالة وأنت لا تعرف تاريخ هذه الرسالة. نحن نعمل الآن في أكثر من 32 وسط مدن تاريخي في المملكة. سلسلة إحياء التاريخ روافد، الجزء الأول، الأربعاء، السابعة على شاشة العربية.